صباح الخير. بين التحرك الذي بدأه رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في نيويورك وبين التحرك الذي يبدأه اليوم الموفد القطري لمعالجة قضية المخطوفين في عرسال، تراوحت العناوين الرئيسية في الصحف هذا الصباح وسنتابعها إذن كما أشرنا مع الأستاذ وسام سعاد الكاتب بجريدة المستقبل. صباح الخير أستاذ وسام. كمان رح نحكي بالحلقة ونتناول ملفات داخلية بتتصل بالانتخابات النيابية والاستحقاق الرئاسي، وأكيد ملفات عربية بتتعلق بسيطرة الحوثيين على صنعاء، يمكن وهو ما كتبت عنه بمقالك حيث ربطت بين كل ما يجري في المنطقة من المخطوفين وصولا إلى اليمن ووصفته بالفتنة المغرية. رح نحكي لاحقا عن هالموضوع، ولكن خلينا نبدأ بالمشهد العام من خلال كاريكاتير أرمو حمصي بجريدة النهار تحت عنوان من معرض بيروت الفني. رسم ناقد فني يتأمل لوحة تحمل عبارة هيبة الدولة وفيها ساقان عاريتان سقطت أمامهما ورقة التوت. هل سقطت ورقة التوت عن هيبة الدولة أستاذ سعاد؟ يعني في ظل ما يجري اليوم، وكنا قبل شوي وهلأ رح نرجع لطريق دهر البيدر الدولية حيث قطعها أهالي المخطوفين. شعار هيبة الدولة بلبنان أنه هو شعار لا يهيب الدولة، هو شعار سيء الصيت بالتسعينات اعتمد لدعم الوصاية السورية، كان للي بيتظاهر ضد الوصاية السورية كان يعرض بهيبة الدولة. ولكن في نفس الوقت هناك شغلة أساسية لازم يضاء عليها، هو معالم شرعية الدولة، وما يتهدد الدولة من خلال مشهد الخطف ومن خلال أيضا مشهد الفلتين الخطف المضاد أو من خلال خروج الانفعالية إلى الشارع بشكل يعرقل المجهود الحكومي لاسترجاع المخطوفين وبشكل لا يمكن من الضغط بشكل نافع وبشكل جد على الحكومة في نفس يعني الوقت. لا يخطو هو كمان التعريض بمعالم شرعية الدولة هو يخدم عملية تفكيك هذه الأوطان وهذه المجتمعات اللي عم نشوفها وما كان بهذه المنطقة. نعم، بدنا نرجع من جديد لزميلنا سلمان العنداري الموجود على طريق دهر البيدر حيث أشعلت الإطارات يلي كانوا عم ينزلوها قبل شوي أهالي المخطوفين وقطعت الطريق الدولية. سلمان. نعم رولا، يعني كما نرى خلفنا في الصورة الطريق الدولية مقطوعة من البقاع وصولا إلى بيروت على مفرق فلوغة في دهر البيدر. قطعت الطرقات في هذه المنطقة بالإطارات المشتعلة وحضرت كل عائلات المخطوفين العسكريين لدى الجماعات الإرهابية من البقاع الغربي، البقاع الأوسط والبقاع الشمالي لكي يطالب الحكومة بضرورة الإسراع بملف أبنائهم وبملف ضرورة الإسراع والإفراج عن أبنائهم. معنا والدة علي البزال الذي كان قد هدد قبل يومين من قبل جبهة النصرة. حجة تفضلي، حضرتك اليوم موجودة مع عدد كتير كبير من العائلات، شو جايين تقولوا؟ شو هي رسالة؟ أنا جاي طالب الحكومة بس يبلش بملف العسكريين، عم يهددوني بابني ليل ونهار، كل يوم عسكري واحد ولا الثاني، شو ناطر طيب؟ يفرج عنهم، يطلع عنهم، يطلعوا من حبس الروما، يعمل لهم بس خلق سبيل، بس يحفظ اولادنا، بس لهالدرجة ما في عنا امل فيه، بس احنا عنا امل صار في جبهة النصرة أكثر لأنه هن حموا اولادنا، وأنا بتمنى من الشيخ مصطفى الحجيري وبيت الحجيري عامر انه بس يديروا بالهم على ابني ويطلعوا لنا اياه. وما بدنا حكومه، نحن ما بدنا لا احزاب، ما عندنا احزاب لا عندنا حكومه ما عندنا شيء، بس بقول له لرئيس الحكومه اعمل له الورقه طلع على هالشباب لاهله، خلي يطلع اولادنا، تعبنا انتهت اعصابنا، بيو دخلته مستشفى بالليل، نحن ما بقى فينا نهات اعصابنا، تعبنا كثير يا خيي، الدوله شو ناطتنا؟ ناطتنا لحتى بس يجوا يبعثوا لنا اولادنا مقتولين، ابنه وين هو؟ حاضنه، مرته بالشارع، بيقبل مرته وامه تنزل على الشارع؟ بيقبلها هيدي تنزل تقعد بالشارع؟ ما بيقبلها رئيس الحكومة. وبس بدي كلمة لرئيس زنبلاط، انه امبارح كنت انت عم تحكي عشان الملف، وبدي اياك تحكي معهم كلهم سوا، لانه ها اولادك كمان، ساعدهم. حجي الله يخلصوا بخير. يعني جاءت قدتها تعليق اعتصام الاهالي في ساحة الشهداء وتصعيد هذه التحركات من القلمون وصولا الى البقاع وكل مناطق البقاع، ونشاهد هنا حال من الغضب الشديد لدى الاهالي في هذا الاطار. نعم سلمان، شكرا جزيلا لك، وسنعود اليك تبعا
بسياق الحلقة. أستاذ وسام، يعني تابعنا والدة عادل بزال ماذا قالت ومواقف قبل الكل، يعني يبدو من الأهالي المخطوفين يشعرون وكأن الحكومة هي التي تخلت عنهم، بحين أنه المشكلة بمكان آخر بهذا الموضوع، أليس كذلك؟ هي المشكلة الأساسية بتوصيف ما حصل من عملية خطف. يعني هذا عملية الخطف عادة بتتم لأهداف معينة، هذه الأهداف مش صحيح فقط هي مرتبطة بإخلاء سبيل بعض أو عدد من السجناء أو الإسلاميين في سجن رومية. المشكلة هون، المشكلة أنه كمان الأهداف متحركة، بمعنى أنه المجموعات التي تخطف، المجموعات الخاطفة، الامتدادات القلمونية بين هلالين لداعش والنصرة، كمان ترتبط عملية خطفة بمسار المعركة المفتوحة منذ أشهر، لبل منذ أكثر من سنة، بجبهة القصير، القلمون، يبرود، كل هذه المنطقة بينه وبين حزب الله. يعني لازم كمان ما نكون نفكر بس أنه في هناك مجموعة إرهابية خططت عسكريين فقط لإطلاق السجناء رومية، وإلا لن نتمكن، إذا كان هذا هو التوصيف المدخل للنظر في الموضوع، لن نتمكن من أن نحقق أمور يعني إنقاذية للعدد الأكبر من المخطوفين العسكريين. لازم نعيد توصيف الأمر بدقته للي هو متحرك ما بين أهداف تتعلق بالمخطوفين بالسجناء الإسلاميين في رومية مقابل إطلاق المخطوفين، وأيضا تتعلق بالإطار الذي حصلت هذه الأمور ضمنه، إن يكن الاستيلاء الإجرامي على بلدة عرسال، وإن يكن من قبل هذه المجموعات، وإن يكن قتل عسكريين في عسكري الجيش اللبناني والاعتداء عليهم. وكمان يعني ما لازم ننسى تضحيات الشهداء اللي سقطوا بالجيش في هذه المعركة، مش بس فقط المخطوفين، يعني كمان لازم نحط أنه هناك أهالي المخطوفين، هناك أهالي شهداء المؤسسة العسكرية في معركة عرسال أيضا وفي هذا التصدي للإرهاب. إذن ينبغي أن نضع هذه اللوحة ككل. إذا نشوف من انطلاقا من هذا الرسم للوحة ككل، هل أخطأت أو لم تخطئ الحكومة؟ المشكلة قبل هون، المشكلة هي أن هذه الحكومة تمثل باستثناء القوات اللبنانية جميع الأطراف، الكل في هذه الحكومة، وبالتالي هؤلاء الأهالي اللي هن مش بمعزل عن المجتمع اللبناني، هم يمثلون شرائح هذا المجتمع اللبناني، لأنه داعش والنصر اختطفت من كل الطوائف. إذن هؤلاء يمثلون حساسيات موجودة في الحكومة اللبنانية، فإذا التبرؤ من هذه المسؤولية، من مسؤولية الحكومية المشتركة، ووضع في نطاق فريق معين ومحاولة التهديف عليها بنفس مذهب معين، أو النكأ أكثر في الجراح والتحريض على بيت الحجيري وعلى عرسال، كل هذا لا يخدم أبدا المراد اللي هو إطلاق المخطوفين العسكريين، خصوصا وأنه أي بحث في هذه المسألة فقط من ناحية أنه هناك مجموعة خطفت للمقايضة، هو لا يمكن أن يفسر لماذا حصل كل هذا الأمر، لماذا وكيف حصل هذا الأمر، كيف تمكنت هذه المجموعة من إيقاع هذا العدد من المخطوفين اللي هو عدد كبير جدا، يعني في الأسر. رئيس تمام سلام سيتوجه إلى نيويورك، حيث بحسب جريدة المستقبل سيوجه صرخة، سيصرخ للمجتمع الدولي: لبنان سيغرق إذا لم تسارع الأسرة الدولية إلى دعمه. وقال: نحن نحمل أوزارا أكبر من طاقتنا، وسأطالب بنيويورك بتقديم الدعم للبنان قبل أن يغرق. يعني هون الرئيس سلام هل يقصد بالتحديد مواجهة موضوع اللاجئين السوريين، يعني التعامل مع هذا الملف، أم أكثر من عنوان؟ بعتقد أنه عم نتكلم عن المأساة الإنسانية المتمثلة باللاجئين السوريين، وأيضا عن الامتدادات الأمنية للحرب السورية. كيف سيساعد المجتمع الدولي بهذا الشكل؟ برأيي الحديث هلا، رغم يعني إذا بدنا نظهر من الشعبوية، المجتمع الدولي أو في هناك قرار دولي
يعني ما فينا واحد كتير يبالغ يقول أنه هو مضمون، ولكن بأنه أبقى الوضع في بلدان مثل الأردن ولبنان دون أن تنساب إلى مصير المنطقة، لأنه ما بين هذا الهش هذا الاستقرار الهش في لبنان، لأنه في النهاية في استقرار بالنهاية بشكل من الأشكال، العالم عم تروح على شغلة، ما في حرب أهلية بالشوارع، ما في مناظر داعشية بالشوارع، رغم كل شيء. يعني إذا بنقارن بما يحصل في العراق، في سوريا، في سيناء، في ليبيا، في اليمن، يعني هذه المنطقة اليوم هي بركان شامل ومفتوحة الجبهات على كل جانب. لبنان هو في مواد قابلة للاشتعال كثيرة، منها أن مشاركة حزب الله في الحرب السورية، منها العدد الكبير جدا الذي يفوق طاقة لبنان على تحمله من اللاجئين السوريين، خصوصا في ظل هذا المشكل اللي هو ارتباط لبنان بالحرب السورية وامتداد الحرب السورية له انطلاقا من جبهة هرسال. وكمان ما بدنا ننسى انه لبنان عم يروح نحو ذوبان نظامه السياسي، ان يكن من خلال الاستحقاق الرئاسي المؤجل او من خلال الاستحقاق النيابي، اللي انا بعتقد انه كمان مش مضمون ابدا انه يعني في ناس هلا عم بيواجهوا خيار التمديد بالمجتمع المدني الى اخره، وهم محقين، ولكن انا اللي بخاف اكثر منه هو انه نوصل للحظه ما في جواب عملي على المساله، انه نصل الى الاستحقاق بوقته، ما يقدر المجلس لا يجدد لحاله ولا ينظم انتخابات نيابيه، وهذا سوف يزيد اكثر فاكثر يعني من عملية التعطيل والفراغ. وإذا كان الطلاب والتلاميذ بالمدارس انعطوا إفادات، يعني ما بعرف إذا النظام السياسي كيف ممكن كمان يعيش على إفادات طول الوقت طول الوقت. هل بتعتبر أنه في مصلحة لأي فريق من اللبناني من الفرقاء اللبنانيين بأن يكون أمام هذا الفراغ الشامل؟ يعني أكيد، وبالتالي قد يكون مقصود الوصول بها بالأمور إلى هذا الحد. المصلحة هي من أجل ماذا؟ المصلحة بالشكل السلبي، يعني أنه أن لا تكون هناك مصلحة تجيز قيام انتخابات نيابية أو تبرر لعملية التمديد للمجلس النيابي، كل الأطراف رح توقع بالمأزق الثاني اللي هو انتهاء المهلة الدستورية للمجلس وعدم التمديد له، بمعنى أنه أنا مش عم أقول أنه هذا نحن رايحين له، بس هذا الضمانة النفسية التي يفرزها اللبناني لنفسه كل الوقت، أنه دائما هناك في ربع ساعة الأخير نجاة أو إنقاذ، هذا الأمر غير مضمون، ولا ممكن حدا يحط لحساباته الذاتية ولا حساباته السياسية بنطاق أنه الأمور بهذا الخريف شغالة بطريقة آلية، أنه مثل العادة بقدر نجدد المجلس ونمشي الأمور. كمان الرئيس سلام أستاذ وسام رح يطلب أو بالأحرى سيجتمع مع رئيس تركي رجب طيب أردوغان بنيويورك، وسيطلب منها أن تلعب تركيا دور فاعل للمساعدة على تحرير العسكريين، خصوصا أنه تركيا هل ممكن لازم تنجح تركيا مثل ما نجحت مع يعني جوابا على الكاريكاتير لأرمان حمصي، تركيا قدمت مثال بهيبة الدولة، يعني ما قامت فيه على بالتفاوض مع المجموعات التي خطفت الأتراك لم يكن. طيب شو قدمت لهم بالمقابل تركيا مثل ما هو مطلوب من لبنان؟ هلا تركيا دولة أكبر بكثير من لبنان، ولكن المسألة عدم لما نفوت بهذا القياس على الآخر، في فرق في تركيا هناك دولة وهناك حكومة تفاوض مع هذه المجموعة، في لبنان هناك أكثر من طرف يريد أن يدخل في نفس الوقت في الاشتباك الأمني وفي الاشتباك السياسي. يعني في عندك حزب الله يقول وهو يحاول أن يمرر هذه الترسيمة أيضا من خلال بعض الناس الغاضبين في الشارع، بأنه يمكن أن في لحظة معينة أن يتدخل هو، أن يعتبر بأنه الدولة حكومة وجيش لم تقوم بواجباتها تجاه هذا الموضوع، وأنه يتدخل ويفتح جبهة عرسال بكل المفاعيل الفتنوية والمذهبية لذلك. وبعتقد هذا هو أصلا المضمون، غير مصرح عنه بالمقال اللي كنت عم تحكيها، المقال أو الفتنة المغرية. نعم. يعني كمان هذه الفتنة مغرية من هذه البوابة زاوية. من بوابة أنه حزب الله يعتبر بأنه يشبه الآن وضعه وضع جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، وأن يعتبر بأنه لم يعد هناك
عيبا في الانصراف الى التصادم المذهبي بالشكل العاري وبالشكل المباشر والنافر اكثر من اي وقت مضى، ويعتبر ايضا بانه في هناك فرق بين دخوله في الحرب السوريه ودخوله او افتتاحه للحرب اللبنانيه الجديده، بمعنى انه دخوله بالحرب السوريه هو كان يعتبر انه دخل عن قناعته هو أو قيادته الإيرانية بالأمر دون ترحيب شعبي، ويعني استصرح اليوم يعني اليوم قاعدته هو عم أنه بده يتدخل. اليوم عم يعتبر أو اليوم في يعني هذا كمان منه حتمية، بس هذا الشيء اللي عم نشوفه في معالمه في عناصره عم لازم نستدركها. حزب الله عم يعتبر أنه أو عم يصور الأمور كما لو أنه هناك ضغط، وهو في ضغط إلى حد ما كمان من قاعدته الأهلية لأن يشمر عن الانسحابين ويتدخل ويساعد بهذا الموضوع. قبل ما يساعد بمعنى أنه يتدخل في حكي عن مساعدة الجيش هي خلينا بس نترك هالفكرة نتوسع فيها، بس لأنه معالي يساعد الجيش السوري ولكن في موضوع اللبناني يتحول حزب الله إلى الجيش هو ويتحول الجيش إلى مرافق. خلينا لما نترك كتير عبر الهاتف معالي الوزير رشيد درباس معنا مباشرة. معالي الوزير صباح الخير. صباح النور، أهلا. ماذا ينتظر لبنان كمان مرة من المجتمع الدولي وبهذا الإطار صرخة الرئيس تمام سلام؟ هل ستسمع هذه المرة؟ والموانع أو ما منع المجتمع الدولي من الوفاء بالتزاماته بخصوص مساعدة لبنان، ليش هذه المرة ممكن تزول؟ يعني طبعا الآن لبنان يحتاج إلى مساعدات من أنواع متعددة. أول شيء صباح الخير لضيفك، بس ما عرفت أنا لأني بالسيارة مين معك يا رولا؟ ألو. نعم عذرا معالي الوزير، صوت عندي مش مسموع بشكل جيد. ضيفي اليوم الكاتب بجريدة المستقبل الأستاذ وسام سعاده. صباح الخير يا وسام. صباح النور. صباح النور معالي الوزير. متابعين دائما ابداعاتك. صباح النور، مشتاقين. صباح الفل. عم تسمعيني هلا رولا ولا؟ نعم عم بسمعك معالي الوزير. كنت عم اقول لك شو ممكن تنطروا من المجتمع الدولي بعد هالتجارب السابقه يلي ما وفى فيها هذا المجتمع كما يجب بوعوده تجاه لبنان. شوفي، يعني في امران مترابطان ومختلفان. الامر الاول هو الثقه للنزوح السوري ومطلته على المجتمع اللبناني وعلى الدوله اللبنانيه من النواحي الاقتصاديه والاجتماعيه والامنيه. نعم. هذا الامر يعني كان في شغل عليه من اصدقاء لبنان لتكوين صندوق ائتماني بإدارة البنك الدولي لتزويد لبنان حتى نهاية 2014 ب2.2، ولكن هذا الموضوع لسه ماشي في بداياته. وأنا استعملت كلمة أنه المصائب تأتينا بسرعة الصاروخ والمساعدات تأتي بسرعة السلحفات إن لم تعطى بعد الأمر بالانطلاق. نعم. والموضوع الثاني هذا الكلام جعل المنظمات الاخرى في الامم المتحده خصوصا اليو ان دي بي، ولما كانت موجوده هون مثل هيلين كلارك وكمان في مستر روس ماونتن، بلشوا يقولوا انه المساعدات اللي عم تجي للنزوح السوري لازم يكون في بشكل متوازي للمجتمع النظيف، وهذا طبعا بحد ذاته منه كافي ولكنه يؤخر الانهيار التام. المشكلة الأخرى اللي هي مسألة التهديد الإرهابي للبنان، وهذا بصراحة جديد علينا يعني. وكثير ناس ما كانوا يعني يتوقعوا إنه أن تقع المواجهة بين السوريين وبين الجيش اللبناني، ولا صار بينهم وبين المجتمع اللبناني، بين القوى المسلحة التي تدعي أنها من الثورة، وبين الجيش اللبناني وكل المجتمع اللبناني. هذا أمر بصراحة دخول لبنان إلى مظلة التحالف الدولي بدون اعباء وبدون ما يكون يعني لبنان يعني ملتزم بانه يقدم جنبه وارضه ومداراته، هذا امر مفيد ما فينا ننكر، لانه الحملات التي ستشن على داعش والنصره ستتاثر بها هذه القوى التي الان تحبس بالمكونات اللبنانيه. نعم، ولكن عم تلاحظي الشغل اللي عم يعملوه هن عم يحاولوا بالرغم من انه المخطوفين كلهم سوا ينتمون الى مختلف الطوائف والمذاهب والمناطق، نعم، ان بواسطه هدول بواسطه اختيار
الشهداء عم يلعبوا بالنسيج اللبناني، بحيث انه صرنا نحن وجها لوجه المجتمع اللبناني عم يقاتل بعضه، بينما لازم يكون متحد وواقف موقف واحد في وجه هذه الهجمه الارهابيه الخبيثه والمقروءه. يعني انا الحقيقه بستغرب تسمعي بيان، انا اللي احكي لك على صنفين من البيانات اللي انا بدي احكي عنه بصراحه. في بيان القي من اهل المخطوفين كتب السرايا، كنا مجتمعين، طالب هذا البيان بانه نحن نترك يد الجيش، واتهم الحكومه انها تغل يد الجيش وانه يا جيش روح اضرب على السير واضرب الارهابي، الله يحفظك لك يد الحكومه. وصار في حملة على رئيس الحكومة ببعض الصحف انه رئيس الحكومة والذي يمنع ويغلق قيادة الجيش، وهذا الامر مش صحيح ابدا ابدا ابدا. وفي بعض من هيدون عمل بيان وطالب قائد الجيش انه يفوت على مجلس الوزراء ويعتقل الوزراء ويسلمهم لداعش. هيدا الناس عم يقولوا انهم عم يحكوا باسم مين؟ باسم اهالي المخطوفين. في بالمقلب الاخر اللي سمعناه امبارح واليوم بيقول انه هذه الحكومه مستلبه الاراده من قبل حزب الله، وكمان دول عم يدعوا انه هن عم يحكوا باسم اهالي المخطوفين. نعم. ما بدي اقول لهم انا يا اهالي المخطوفين شمالا وجنوبا وبقاعا وغربا، هدول المخطوفين اللي ما ينتسبون وينتمون الى كل الطوائف. نعم. وكل المذاهب، هذه لحظه انكم تتوحدوا مش تقوصوا على بعضكم، هذه لحظه انه اللبناني يتوحد مش اللبناني ينقسم ويفرط. هي لحظة ما نستجيب فيها للحملة اللئيمة اللي عملت لنا اياها داعش والنصرة. مش لحظة انه نحن نصفي ادوات بيد داعش والنصرة. هذا الكلام انا بدي اقول لك اياه، وبدي اقول لك كمان انه نحن ما فينا جزء من المجتمع الدولي والمجتمع العربي مهما يعني قصر هذا المجتمع بحقنا. فنحن نبقى على المطالبة ونبقى على الاتصال، لا نستطيع ان نخرج من هذا المجتمع على أمل بحركة عدمية. يعني نعم، شكرا لك معالي الوزير رشيد درباس على هذا على هذه المداخلة. سنعود إليك وسام مباشرة بعد التوقف مع أول فاصل.